اللقاء القادم، ولازم نركز في اللي جاي. وقلنا ده اقتبسنا سؤالنا من كلام مستر فيريرا مع اللاعبين، غلق صفحة الدوري وبدأ الاستعدادات لمباراة شباب بلوتداد في دوري أبطال أفريقيا. نشوف رأي حضراتكم إيه على السوشيال ميديا. البداية من عند أبو عادل: كل التوفيق لنادينا الحبيب، إن شاء الله بداية مهمة لمشوار أفريقيا، ننسى اللي فات نركز في اللي جاي وإن شاء الله خير. شكرا ليك يا أبو عادل. محمود المايسترو: مساء الفل عليك يا قضاء، قدر الله ما شاء فعل، يا ريت نقفل صفحة الدوري نركز في أفريقيا وإن شاء الله الستة يا ملكي. سيف: مساء الخير عليك يا قضاء، يجب غلق صفحة الدوري والتركيز في ماتش شباب بلوزداد المهم يوم الجمعة القادم، بس يا ريت اللعيبة تفوق شوية وتحس بالجماهير علشان التتويج بأفريقيا وزملكاوي أفتخر. شكرا ليك يا سيف، كلام محترم رغم صغر سنه، باين من الصورة اللي هو صغير ولكن كلام محترم، إن شاء الله تتويج أفريقيا لنادي الزمالك. حسن بيقول: مساء الخير عليك يا قضاء، اهم شيء غلق صفحه الدوري حاليا والتركيز في بطوله افريقيا، عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، لان بطوله افريقيا اصبحت حلم بالنسبه لجماهير الملكي، ودي حاجه سهله على نادي الزمالك، ان شاء الله الزمالك قادر. اشكرك يا حسن. من مينا صابر بيقول: اهم شيء غلق صفحة الدوري حاليا والتركيز في بطولة أفريقيا وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، لأن بطولة أفريقيا أصبحت حلم بالنسبة للجماهير، وكل التوفيق إن شاء الله وكل الدعم. شكرا جدا. مصطفى بيقول: المكسب في أول ماتش وخصوصا لما يكون جوه هيبقى دافع كبير للصعود، قصدي يعني جوه ملعبنا دافع كبير للصعود من دور المجموعات، علشان كده لا شيء غير المكسب أمام بطل الجزائر ونسيان بطولة الدوري مؤقتا، ننساها ونركز وإن شاء الله الفوز لينا يا مصطفى. شكرا جدا. عبد الله بيقول: مساء الخير عليك يا قضاء، يجب غلق صفحه الدوري والتركيز في مواجهه بطوله افريقيا، كل الدعم مجلس الاداره والجهاز الفني، عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا. شكرا يا عبد الله. يوسف محمود: كل التوفيق لنادينا الحبيب، ان شاء الله بدايه مهمه لمشوار افريقيا، ننسى اللي فات نركز في اللي جاي وان شاء الله خير. شكرا يوسف، ده كان اخر كومنت معانا.